إذا نأخذ الجزء اللي خلينا نحكي اللوك روتر تيست. في اللوك روتر تيست نمنع الروتر من اللوف ميكانيكيا، نمنع من اللوف، نحط بين أو نحط شيء يمنع من اللوف لوك. بعدين نبدا شوي شوي نزيد الفولتج، بكون عندي عادة الانفرتر للتيست، بضل ازيد الفولتج لحد ما الكرنت ايش وصل، وين الريت الكرنت تبع هذا المحرك؟ هي لاحظين شو عملنا هون؟ ضلينا نزيد الفولتج لحد ما الريت الكرنت قديش صار تقريبا؟ الكرنت مساوي ل الريت الكرنت الموجود هون، لاني ما بقدر احط لو حطيت الفول فولتج رح يكون الكرنت عالي جدا، لاني عامل له لوكينج ما عم يبدا. إذا ضلينا نزيد هذا لحد ما هذا وصل للريت الكرنت، فكأني عمالي بحاول افحصه تحت الكونديشنز اللي بمر فيها الكرنت، لكن كمان هون عشان اقترب اكثر من الظروف الحقيقيه اللي بتكون في الروتر، نزلنا هون الفريكونسي ل 15 هرتز، ولازم نرد نعدل، تذكروا انه لو عندي اندكتنس، لو عندي اكس، لو انا قست اندكتنس معين اكس، وقستها على فريكونسي 15 هرتز مثلا، لو بدي الاقي هذه الاندكتنس نفسها على 60 هرتز، شو العلاقة بين هذول الاثنين؟ الاندكتنس على ايش بتعتمد؟ على الفريكونسي مش هيك؟ إذا أنا عادة لما بدي أتغير شو بصير بالاندكتنس؟ الاندكتنس قديش قيمتها على 0 هرتز؟ لو جيت قست اندكتنس على 0 هرتز قديش حتكون قيمتها؟ اندكتنس لو جيت اندكتنس وحطيت عليها دي سي يعني مش هيك؟ قديش بكون الرياكتنس تبعها؟ عفوا مش اندكتنس، رياكتنس، الرياكتنس قديش على 0 هرتز؟ لو احنا جينا هون جبنا اندكتنس وحطينا هون حطينا ريزيستنس هون ولو ضليت انزل الفريكونسي هاي ايش راح يصير؟ الاحظ الفولتج دروب عبر هذا الاندكتنس بصير يقل مش هيك؟ لما هاي الفريكونسي توصل زيرو وين بكون الفولتج دروب كله؟ على الريزيستنس. قديش بكون الفولتج دروب على الاندكتنس؟ لانه هذه الرياكتنس تبعتها شو بتساوي؟ بتساوي اوميجا ال مضبوط. لما الفريكونسي تكون زيرو قديش بتكون اوميجا؟ زيرو. قديش بصير الرياكتنس؟ زيرو. فكانه هذه مش موجوده مضبوط. طيب لو جيت بديت ازيد الفريكونسي شو بلاحظ بصير بالرياكتنس هذا؟ بزيد. اذا الرياكتنس على 60 هرتز ايش لازم يكون علاقته بالرياكتنس على 15؟ اكبر. كم مره اكبر؟ 4 4 على 60 على 15. اذا الرياكتنس الرياكتنس على 60 هرتز بده يساوي 60 على 15 مضروب في الرياكتنس على 15 هرتز، بزيد بنسبة الزيادة بالفريكونسي، وكل ما زدت الفريكونسي شو بصير بالرياكتنس؟ بتزيد. إذا مقاومة الاندكتر بتزيد مع الفريكونسي، مضبوط؟ لكن احنا عايش فحصنا هون، فحصنا على 15، حتى أطلعه ل 60 ايش لازم أعمل؟ القيمة اللي بتطلع معي بضربها ب 60 على 15. فبضربها بالفريكونسي الجديدة على الفريكونسي القديمة، إذا هاي نقطة مهمة وراح أخلي هاي المعادلة موجودة. نرجع على لبن، شو عملنا احنا؟ عملنا لوكينج للمحرك، منعنا المحرك انه يلف. ضلينا شوي شوي نزيد الفولتج لحد ما صار يسحب الريتد كرنت اللي موجودة هون. عند هذه النقطة وجدنا انه هو بيسحب 920 واط. هلا نسأل سؤال مهم جدا، قديش سرعة المحرك في التست هذا؟ قديش عمله بلف المحرك؟ سرعته؟ بنضل نطلعها. ايش هي؟ قديش سرعة المحرك في هذا التست؟ 15 120 على لا بس وضح السؤال، افهم السؤال، قديش عمال السرعه اللي بلف عليها المحرك؟ صفر. صفر. ما عم بلف، انا منعته يلف مش هيك اسمه، اسمه لوك روتر، اذا قديش ان الفعليه اللي عمال بلف عليها؟ زيرو. زيرو، طب قديش السليب؟ واحد. سليب واحد. واضح قديش السليب واحد؟ لما تكون ان زيرو قديش السليب؟ مرة ثانية نرجع على هذا هون، قديش ان هون؟ ان زين مش هيك؟ قديش ان هون؟ زيرو. زيرو، مضبوط. قديش السليب هون؟ واحد. قديش السليب هون؟ زيرو. زيرو. إذا اللي هو حسبناه الانزلاق مش هيك ترجمناه بالعربي الانزلاق. الانزلاق أشد ما يمكن عند النقطة هاي لأنه الماجنتيك فلكس مش عمال بروح على السينكرونس سبيد. إذا الانزلاق بينهم. إذا آت لوك روتر كونديشنز إس بتساوي واحد وإن بتساوي زيرو. لاحظوا إس بتساوي واحد. إذا R2 على S شو بتساوي بالحالة هاي؟ قديش S؟ R2 واحد. إذا تحت هذه الظروف R2 على S بتساوي R2. هلا نيجي نطلع على الإيكوفلنت سيركت هلا في الحالة هاي، طلعوا لي على الإيكوفلنت سيركت. هاي هون بطلت هلا بطلت كبيرة جدا، شو صارت؟ نزلت قيمتها مش هيك؟ وين الباث الرئيسي
هلا صار عندي هذا كبير اكس ام بالنسبه لهم كبير هدول الاثنين اقل بكثير اذا معظم الباث شو صار زي ما عملنا بالترانسفورمر وين صار الباث الرئيسي ار1 زائد اكس1 زائد اكس2 زائد ار2 وار2 بالحاله هاي بهذه الكونديشنز اذا الايكوفالنت سيركت لوك روتر كونديشنز راح تكون عباره عن ار1 جي اكس1 وR2 أو X2 J X2 وR2 ملاحظوا R2 على S بس S واحد إذن هي R2 وعندي هون الكرنت بيمشي اللي هو R1 بالحالة إذن هون باللوك روتر تيست راح أعمل X زي ما عملنا تذكر بالترانسفورمر الترانسفورمر نفس الإشي بحالة الأوبن سيركت أهملنا هذا الجزء بحالة الشورت سيركت أهملنا هذا الجزء صار عندي ثلاثة جزء نقدر نحط X1 و X2 مع بعض هلا بقدر هلا بصير عندي X1 و X2 مع بعض وR1 وR2 مع بعض بتطلع معي. إذن كيف ممكن هلا أكمل؟ إيش أنا عندي هون؟ في عندي ال عندي power real power اللي داخله مش هيك؟ وعندي V و I A. هذول راح يعطوني Z. Z مش هيك؟ إذن Z شو بتساوي الحالة هاي؟ Z هلا locked rotor. إذا تساوي V locked rotor أو V test اللي هون على I locked rotor مش هيك؟ هذا بعطيني جوابين مش هيك مش بيجيني شيء من الماجنتيود وشيء من الزاويه مضبوط يعني الماجنتيود هذا لازم يكون صحيح مضبوط اذا في قديش قيمتها في تيست 25 هاي هي 25 الفيز مش هيك اللاين فولتج مضبوط واضح ليش هاي 25 25 مره ثانيه نرجع لهذا الشكل وين ال 25 هذا قديش اذا؟ 25 على جذر الثلاثة اذا بصير عندي هلا هون 25 على جذر الثلاثة على الكرنت، الكرنت ما بيختلف هون اللاين والفيز مضبوط؟ واضح شيء الكرنت اللي جاي باللاين هو نفسه اللي جاي بالفيز، قديش الكرنت قيمته هون؟ بدي اخذ الافرج تبع هذول الثلاثة يعني اي افرج لوكت روتر بيساوي 28 و1 بالعشرة زائد 28 زائد 27 و6 بالعشرة على 3 بيطلع معي الكرنت بالحالة هاي 27 و9 بالعشرة أمبير 27 و9 بالعشرة أمبير إذا هذا على 27 و9 بالعشرة أمبير بيطلع معي زد ال R وتساوي بالحالة هاي 0.517 طيب هاي كيف بدي اقسمها ل R و X؟ لازم اطلع الباور فاكتور، كيف اطلع الباور فاكتور مرة ثانية شو يساوي الباور فاكتور؟ الباور فاكتور يساوي الريل باور على جذر الثلاثة في الـ V9 ILI، هلا هون بستعمل الـ V9 إذا عندي هلا هون راح يصير الباور فاكتور أو كوساين فاي يساوي 920 واط على جذر الثلاثة ايش عندي هون الفولتج؟ هون عندي فولتج 25 في 27 و9 بالعشرة 20 27 و9 بالعشرة فبطلع معي الفيز انجل بالحالة هاي او الزاوية المباشرة بتطلع معي 5 بتساوي 40.4 هلا صار عندي زد والزاوية شو بقدر اطلع الان؟ R و X مش هيك؟ فبصير عندي هلا Z L R بتساوي الريل بار رح يكون كوساين فاي مضروب في 0.517 وزائد J ساين ثيتا مضروب في 0.517 كوساين فاي بالحالة هاي فبيطلع عندي هذا الجزء 0.394 زائد J مضروب في 0.335 هلا اطلعوا على هدول هدول ايش بيمثلوا؟ وطلع على الدائرة هاي هاي ايش بتمثل؟ R بس R هاي شو هي هون؟ R1 زائد R2 طيب وهاي X X1 لكن في تصحيح هاي X1 على اي فريكونسي قسناها؟ 15 ليش لازم ارجعها؟ 60 اذا X1 زائد X2 شوف شو راح اعمل في 4 على 15 هرتز بتساوي 0.335 اوم اذا X1 زائد X2
على 60 هرتز شو بتساوي؟ بتساوي 60 على 15 يعني مضروب في 4.335 ohms. اذا اكس 1 زائد اكس 2 بتطلع معي بعد ما تضرب في 60 على 15 بتطلع 1.34 ohms. بس اكس 1 بتساوي اكس 2 بتطلع اكس 1 بتساوي اكس 2. كيف عرفنا انه اكس 1 بتساوي اكس 2؟ معروف بالصناعية انه بالديزاين ايه x1 بتساوي x2. اذا بقسم هدول على اثنين بعطوني x1 و x2. x1 تساوي x2 تساوي 0.67 وصلنا xm. متذكرين شو كان عندي هون x1 زائد xm؟ كان شو بقدر انا اعمل ايه؟ بطلع xm. اذا xm بتساوي 14.7 ناقص 0.67 بتطلع معي 13.3 نعم. فين الجهاز؟ تفضل. اذا هذا عندي هون اكس ام طلعنا، شو ضل اطلع الان؟ عندي هذا شو بتمثل 0.394؟ ار1 زائد ار2، بس انا عندي ار1 بشيء، مش بقدر اطلع الان ار2. ار2 شو بتساوي؟ بتساوي 0.394 ناقص 0.2 4.3 بتطلع معي R2 بتساوي 0.1515